ولدي في المدرسة؟ تغشش؟ ممتاز يا عمر. كان عرض عمر طبعا عن أبوه مهندس طيران. تصفيق حار لزميلكم عمر. مهندس طيران. الحمد لله، هذا نصيبنا من الدنيا ما قلت لك. يا الله يا الله يا الله. ما 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 انا ممكن اساعدك؟ انا انسان مشهور وعندي متابعين، وان شاء الله اقدر افيدك. والله ما اذا ممكن اغطي مكان. تتقبل تتقبل. جزاك الله خير. جزاك الله خير. زين، تسمح لنا نشوف المنتجات الموجوده معك؟ تفضل تفضل. اي ما اغطي لك. السلام عليكم متابعيني، حياكم الله وياكم. أنا أمس قلنا أن أبو مهندس طيران فقلت ها وش اللي تفوض؟ أستاذ بس فقلت بس بس خلاص فقل ما فقل. قلت لمي معكب حسني، خليك هناك ورا خلف عمر، معكب اختبار توزعهم، خليك هنا. دخل كتبك، دخل كتبك داخل. حاول يغش مني. لا تكلمون. ما أنا أستاذ، هو يحاول يغش مني. سامعكم شافكم. طلعوا برا. أنت تضحك بس نوبة معها، لا عارف تحل وتنمر. يا ولدي يا سعيد. نعم با. اليوم بعزمك على مشاكيك مع صديق الدراسة مالي سالم. إن شاء الله يا أبوي. توكل على الله. يا أبوي هذا أبو عمر، وعمر زميلي بالدراسة. يا أبوي هذا بخبرك قصته. هذا كان اليوم يقولون له لفقل لفقل، أبوك يبيع مشاكيك. تتنمر على الناس خطأ كبير. أنت لو تعرف سالم هذا. أيوه. سالم كان مهندس طيران. سالم اللي بيعته مشاكيك، هذا مهندس طيران. مهندس طيران لكن ظروف، وأنا بخبرك قصته. عمر عمر أنا أعتذر عن التنمر، أبوي قال لي بالقصة. معذور أخوي سعيد. إنزين أنت تشتغل الحين هنا؟ هذا مشروع حال الوالد. ما شاء الله. خالد تفضل. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. السلام. طبعا في مبادرة طيبة من زميلكم قالي وتكلم عن التنمر، هو زملاء تنمروا عن زميلهم عمر. وطبعا احنا صفاتنا كمسلمين كعرب وديننا ما يسمح ان الشخص يتدمر عليه زميله مهما كان. وجزاهم الله خير، هم سووا الفه حلوه طيبه انهم يتسفوا منه. تفضلوا وبارك الله فيكم. تفضل تفضل عمر. أستاذ أنا أقدر من عمر. بارك الله فيك. الحمد لله أنا أقدر منه.